يا مساء الأنوار ويا أهلا وسهلا من جديد. الراصد بموضوعاته الاجتماعية بكل تأكيد أنه الأهم دائما وأبدا. تواصلكم الدائم معنا عبر حسابنا الرسمي تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الذي سيظهر الآن أمامكم على الشاشة. همومكم واهتماماتكم مشكلاتكم نسعد باستقبالها حتى أراءكم بكل تأكيد، لأنه هو الجزء الأساسي والمهم في هذا البرنامج وعلى هذه الطاولة. والبداية لأهم العناوين: نظام الصلح في القصاص على طاولة الشورى، ووزير العمل يعتمد جدول المخالفات مقابل العقوبات. أيضا معنا الليلة في هذه الحلقة: مواسم السعودية، ثقافة وتراث وترفيه. والحرس الوطني يفتتح المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان منسوبيه. حياكم الله. أولى الموضوعات والحديث عن مواسم السعودية جذبت بفعالياتها المتنوعة في موسم السودة، أيضا الطائف وسوق عكاظ وفعاليات كثيرة أخرى. الزوار والسياح الذين اكتشفوا من خلالها عراقة ماضي السعودية وثقافتها الفريدة وسحر طبيعتها الخلابة الغنية بأهم عنصر وهو التنوع، حيث أثمرت هذه المواسم بالفوائد الكثيرة على قطاع السياحة والعمل من خلال الفرص الوظيفية الموسمية. سحر ما لم ترى، جمال ما لم ترى، هي جنة أرض وسماء. شخصيا اسجل اعجابي امانه بهالاغنيه، اغنيه موسم الطائف الجميله بكل تاكيد. وانا اشوف ضيفنا طبعا عبر الاقمار الصناعيه المهتم بشؤون المستهلك استاذ عبد الرحمن العجيمي، برضو منطرب من هالاغنيه. حياك الله استاذ عبد الرحمن. يا هلا وغلا، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. جميله الاغنيه. ها ليش قطعتوها يا اخي؟ خلينا نستانس شويه. والله كان بالود بس نحاول نعيدها. طيب استاذ عبد الرحمن، اليوم نتحدث عن مواسم المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية، آخرها الطائف، أيضا موسم السودة، نتكلم على مواسم مقبلة وشفنا قبل جدة، والحديث عن موسم الرياض. طلعت بعض الصور ها للفعاليات المنتظرة، وأمانة هالمواسم احنا دائما ما نغطي ودائما أيضا ما ننقد إذا شفنا أوجه قصور، ولكن الطابع والسمة الأبرز في هالمواسم أنه هناك إعجاب كبير بالنسبة للمقبلين عليها. أنا بسألك أنت رأي المستهلك في هالمواسم، تفضل. أنا قبل البارح رجعت من أبها مع الزملاء، وكانت رحلة تاريخية. أنا بدون مجاملة، المجاملة بعيدة عني، وأنا أصور أقول للناس تصدقون أنا في السعودية، يعني أكررتها عدة مرات، قلتها من داخل قلبي. يعني الطبيعة، التنظيم، هذا صراحة أنا سافرت دول كثيرة، فأحس أني بألمانيا. يعني في ناس بيقولون إيش هالمبالغة، ما فيها مبالغة. التنظيم هذا العام في أبها تنظيم عالمي، ما أقدر أقول غير كذا. في عندي عدة نقاط في أبها وغير أبها. تفضل. الوزارات الحين ولله الحمد يتبارون ويتسابقون، الوزارات المختلفة، الصحة، التجارة، مين يشتغل أحسن، وكلهم ما شاء الله ناجحين وما يحتاج. أنا جي لهيئة الترفيه وهيئة السياحة والأمانات، لما تعملون لنا شغلات زي كذا، هالبرامج اللي تكلف ملايين، أنا بروح الأبها بعيد، ما أقدر أروح بسيارتي،
ما في أحد يستقبلني بالمطار، ما في أحد يوديني للمحلات هذه، ما حد يمشيني بالسودة بالزوايا اللي من هنا الوادي الفلاني، ما عرف. اللي عرفها أهل أبها يعرفون هالجحور هذه ويرسلون بهال الواتساب وحنا ننحرق. بس ما ندلها. يعني تقصد المرشد السياحي كان هناك غياب من خلال تجربتك في موسم السودة؟ يا حبيبي مش المرشد السياحي، نبي سيارات، نبي شوف الدول العالم الثالث والعاشر. لا جيت المطار عندهم باصات وعندهم نهل البلد يوديك ويفرجك للمحلات السياحية والزينة في بلدهم. حنا الحكومة تصرف مليارات، لكن حنا الغريبين عن المدينة هذه ما ندري عنها وما نقدر نوصل لها. ليش ما يكون في شركات توصلنا وتودينا دخيل الله؟ بس سالفة ما هي كيمياء وفيزياء. حلو، يعني الجانب النقدي وسائل النقل والتعريف غائبة، ولكن كل شيء مكتمل غير ذلك. نعم، وكل هالمليارات اللي تروح هذه ما يعرفها الأهل المدينة غير الأشياء هذه. نفرض حائل مثلا أو الأحساء، فيهم والعلا والجنوب والشمال، كل مدن المملكة فيها أشياء تاريخية وتستحق الزيارة. أبي أحد يوصلني لهالمحلات، نعطيه فلوس ما عندي مشكلة. أبغى بهالمناطق الجبلية يمشيني بالهنا هنا، لا جينا بقرية صغيرة يجيب لنا غدانا وانت غدا نبي زي دول. أعطيكم كمثال دبي، أعطيكم كمثال دبي، أنا أحب دبي من زي ملايين البشر، ما فيها إلا أسواق، ما في طبيعة، ما فيه، ولكن كلنا معبين دبي. ليش؟ لأنه في خدمات، تحصل المواصلات، تحصل طيارة توصلك بسبعمائة ريال، أنا دافع 1700 ريال، وبالصيف قعدت لي حول شهر بلندن ب1900، فرق 200 ريال. هذا وش الطيارة وش تقصد فيه هذا؟ رحت لندن ب1900 ريال. في الطيران يعني. ورحت أبها ب1700 ريال. بيزعلون على ناس كثير بس هذا هو الواقع، فرق 200 ريال لندن ولا أبها. يعني أبرز أيضا تلاحظ أنه هناك ارتفاع في أسعار جداً الطيران. يعني أنا إذا بروح سياحة أبحث بالبلد، أبحث عن سكن كويس ورخيص. أسعار السكن كيف شفتها أستاذ عبد الرحمن؟ حلوة الابتسامة هذه، ليش طيب؟ مبالغ فيها. أها. مبالغ فيها، ما عندنا مشكلة ندفع، بس نبي سكن زين. يعني فيه بعض الشقق، وأنا رحت لعدة شقق دخلتها ودخلت، نمر من عند عماير يعني ما هي مستوى، بمنطقة سياحية مفروض تغلق، هذه تخرب اسم سياحة أبها والطائف ومحلات أخرى، تخرب سمعة البلد، هذه مفروض تغلق. لا شكل من برا ومن داخل حوسة يعني لدرجة ما النفس تتقزز إذا دخلت داخل يعني، ومنطقة سياحية والحكومة صارفة مليارات وأخرتها هذول يسكنون. يا أخي بعد شيء ثاني، حنا مو بس حنا زوار من السعودية، في عندنا من دول الخليج، من العالم، من كل محل. يعني ما السكن فيه مشكلة كبيرة. يعني الحين احنا خلينا نتكلم ان الخدمة اللي مقدمة وامانة اللي سواء من هيئة السياحة او من هيئة الترفيه على اعلى مستوى، وقد تنافس ايضا الخدمات الترفيهية العالمية، يعني اللي اطلعنا عليه وشفناه في العديد من الفعاليات، امانة هي اخر ما توصل اليه الاخرون، بل هناك اضافة ايضا في الفعاليات، لكن هناك خلل في الخدمات المساندة من نقل، من تعريف، ايضا من ايواء. ترى أن هناك قصور في من ناحية السعر، ومن لأنه عادة ترى الدول السياحية تكون أقل التكاليف فيما يتعلق بالنقل والإيواء، تصير التكاليف على الفعاليات، الأمر معاكس، وهذا اللي يشجع الناس على السفر هناك. شوف الطيران عندنا غالي، السكن فيه كثير منه معقول، ولكن الكثير ما يسوى، وما فيه أسعار قدام بالاستقبال أو على باب الفندق يقول لك في المواسم 300 أو 400، وفي ما يوجد، وهذا ما هو صح. فيه مشكلة معنا حنا يا زوار للمناطق هذه، أيه؟ بعض منا ما هو نظيف، الله يهديهم، يقوم من المحل كل بقايا الأكل والمناديل وهذه في مكانها، النظافة من الإيمان، وهذا المحل أنت تقوم عنه غيرك بيجلس محله، بس الله يهديهم ويستر عليهم ما يفكرون زي كذا. هذولا لازم يعطون أو يحط عليهم أشد العقوبات. هذولا نفس الأشخاص لو سافروا البلد أجنبي أو بلد قريب مستحيل يقطون منديل في المحل اللي هم جلسوا فيه. نعم. بس عندنا يقطون.
ليه؟ أكيد أن العقوبات يجب أنها توجد بشكل كبير، مع أني ترى لاحظ في هالنقطة أنه صار في وعي اجتماعي كبير في هالجانب، يعني صار المجتمع يرفض مثل هذه التصرفات، وفي ناس يبادرون إذا وجدوا شخص يقوم بها. لا تزال المشكلة موجودة وبقوة بعد. وإن شاء الله أنه على ما قلت يعني المخالفات أن تفعل بشكل أكبر حتى تنتهي. خلينا نرجع شوي لهالمواسم والاستفادة منها فيما يتعلق بالاقتصاد، يعني الترفيه جزء مهم ولكن انعكاساته هي أيضا جانب أهم. نتحدث عن يعني خلق بيئة اقتصادية، اليوم الفعاليات اللي قاعدين نشوفها فعاليات جاذبة بكل تأكيد، يعني ونشوف هذا الجهد الكبير بالتالي يجب الاستفادة منه. احنا ما نتحدث فقط عن القيمة وإعادة قيمة الفعالية، لا، نتحدث عن الخدمات أو البيئات الاقتصادية المتفرعة، الوظائف، الاستثمارات، كيف تشوف واقعها وكيف تشوف أيضا المأمول في هذا الاتجاه؟ في دول كثيرة جدا في العالم ما عندهم بترول، ما عندهم معادن، ما عندهم زراعة، ما عندهم صناعة، ما عندهم شيء، عندهم جبال خضراء وعشش بين الجبال وكذا، عايشين على السياحة. نعم. وميزانياتهم تقارب لميزانيات الدول اللي عندها بترول وصناعة، كل الناس عايشة. الحرمة اللي توقف بالشارع وتطبخ طبخ نظيف عايشة من أحسن شيء، اللي عنده سيارة، اللي عنده دباب، اللي عنده مطعم، اللي عنده، كل الناس عايشة. حتى اللي عنده يعني قطيع من الأغنام أو كذا وحطهم يعيش. السياحة يعني مدخولها يعادل مدخول البترول والمعادن الأخرى الثمينة والصناعات، إذا أنه درس صح، إذا أنه عمل صح. وإحنا في السعودية في كل منطقة يوجد فيها تاريخ أو طبيعة أو شيء يستحق الزيارة. أنا أسافر كثير وبعد بكرة مسافر إن شاء الله، تجد قرى نسافر لها بالباص مشوار يقول لك هالبيت هذا قبل 100 سنة 150 سنة كان يسكن فيه الشاعر الفلاني، أو كان فيه بالحرب الفلانية كذا أو كذا، ونطق له مشوار بآخر الدنيا بس مزبرقين ومعدلين وحاطين عليه لوحات ونسافر له لآخر الدنيا. طبعا فعندنا حنا أشياء يعني تاريخ وسياحة عندنا مميز. طيب الآن قاعدين نشوف استغلال هالسياحة أو هالخلفية الثقافية وأيضا القيمة للتنوع الكبير سواء جغرافيا أو تاريخيا. الحديث الطائف، شفنا الفعاليات في موسم الطائف، شفنا كيف سوق عكاظ اللي كان يعمل عليه بشكل جيد لكن هذه النسخة تحديدا دمجت في الاتجاه السياحي، جاءت مواكبة لموسم الطائف. نشوف السودة اللي اختلفت كليا، يعني أنا قاعد أشوف المطاعم، قاعد أشوف طبعا الفعاليات المتعلقة حتى بالجبال وجمالياتها أو حتى فيما يتعلق بالألعاب والترفيه، قاعد أشوف فعاليات متفوقة وأيضا جاذبة من خلال استغلال حتى الطبيعة والطقس. موسم الرياض أيضا اختيار وقت جيد من ناحية اعتدال الأجواء في الرياض، موسم جدة قبل الفعاليات أيضا المائية والبحرية والتركيز عليها. اليوم قاعدين نشوف أنه فعلا هناك استغلال لكافة المياز للمتغيرات بين مناطق المملكة. كيف تشوف هذه النقطة تحديدا، البحث عن هذه البيئة واكتشافها وأيضا تفعيلها؟ تفضل. أنا عندي نقطتين مهمات. إحنا أخذنا سمعة قوية أنه أبها ممتازة واللي يميز أبها أهلها بلا شك، مميزة جدا. نعم. ولكن السكن ما هو نظيف والسكن غالي وكذا. السنة هذه أقول للناس انسوا الماضي، الماضي سووا له ديليت انسوه. السنة هذه أبها غير، أبها وضع آخر، وضع آخر. الشيء الثاني المهم، يعني عندنا شركات أجنبية ذات خبرة عالية بالسياحة، ليش ما نستقطبهم؟ يجونا ناخذ من خبراتهم. هذا صار أستاذ عبد الرحمن. لا، نبي بشكل واضح بالأماكن السياحية الكبيرة، نبي بشكل واضح، نبي فنادق، نبي ناخذ من خبرتهم، وبعدين لم حد ما نوقف على رجولنا، والمواطنين والمستثماريين وأهل البلد يوقفون على رجولهم، بعدين ننطلق لوحدنا. لازم تاخذ من خبرة غيرك. هذه خلينا نروح للمستهلك، يعني وانت مهتم بشؤون المستهلك نقيس حالة الرضا، لان هالفعاليات موجودة وافضل تقييم هو جانبين، حضور المستهلك ايضا ان ابدا رايه، ونشوف الحضور بشكل كبير ايضا فيما يتعلق بابداء الراي. خليني اقول استاذ عبد الرحمن انه احنا هنا
فعليا غطينا العديد من الفعاليات المناسبات على مختلف مناطق المملكة، وإحنا عادة في الراس ترى نسأل وندور الإجابة الرأي الحقيقي سواء إيجابي ولا سلبي، وكانوا يطلعون ناس يتكلمون كثير في السابق أنه والله في قصور في الفعالية، أنه والله رتيبة، أنه مكررة، أنه الوقت قصير. فبالتالي في مع انطلاق مواسم السعودية قاعد نشوف أنه كل الآراء إيجابية. هل فعليا حالة الرضا هذه هي المقياس أو المعيار الرئيسي اللي يمكن القول أنه فعليا نجحت هذه المواسم بالنسخ التي طبقت؟ أنا تقابلت مع ناس كثير من مناطق المملكة ومن الخليج كانوا في الموسم وبالعروض. في ناس يقول لك ليش تحط أغاني، في ناس يقول لك ليش غالية، في ناس يقول لك ليش أدفع 10 ريال بالدخول. يعني إرضاء الناس غاية ما تقدر توصل لها، ولكن كصورة إجمالية نعم 100% هذا اللي أقدر أقول من الآخر. يعني من الآخر 100%. أنت حضرت كم موسم حتى الآن غير موسم السودة؟ حضرت مواسم بس خارج السعودية. ذلك جوا السعودية يعني؟ ما حضرت إلا الشرقية. الشرقية حضرته وأبها الشرقية إيه؟ أبها حضرته، سودة، رجال ألمع، كلهم حضرتهم واستمتعت فيهم كلها؟ جدا إلى أبعد حد يا الغالي. أنا خلال التصوير يطلع مني كلمة والله بدون ما أحسبها أقول يا جماعة إحنا في السعودية، والله أقولها بدون ما أقول راح أقول إحنا في السعودية، تطلع هي كذا. تصدقون إحنا في السعودية من جمال وروعة ونجاح ويعني it's professional، يعني حرفية بحرفية لأبعد حد. والشباب والبنات المتطوعين اللي هناك كانوا سبب قوي في نجاح الموسم في رجال ألمع وفي نعم. السودة. طيب شو رأيك بالعمل بصمت؟ يعني اليوم موسم الرياض في من الفعاليات قاعدين تظهر لنا من خلال طبعا بعض النشطاء اللي يروحون يصورون أبرز ما سيكون، يعني في النافورة الراقصة الأكبر على مستوى العالم. والأفضل حتى تقنية. مع كذا قاعدين نشوف عمل بصامت، قاعدين نشوف طبعا فعاليات هي الأفضل والأكبر على مستوى العالم، إلا أنه والله الجمهور يفاجئ بها بلحظات. يعني مش قاعدين نشوف حملات دعائية أن احنا سوينا أو كذا وكذا وكذا، لا والله احنا نقدم للناس ونخلي الناس تنبسط. وش رأيك بهالتحر خطأ؟ هذا أكبر خطأ. في دول تجد ما بيقول أسماء، في دول تلقى اكتيفيتي أو عمل شيء بسيط ما هم مكلف ولا شيء، الأمانة أعطوا شركة سوت الشيء البسيط دعاياته توصلنا في السعودية وبكل شارع، وهو ولا شيء مقارنة باللي إحنا قاعدين نسويه. يعني شوف الإعلان مهم من البداية، من أسس نجاح أي اكتيفيتي بالصيف أو بالشتاء دعاية طيران نعم. سكن في شيء مهم عندنا اللي راح يرخص بأسعار الشقق والفنادق بالأبها وبالمناطق الأخرى. أبها الموسم حقهم ثلاثة شهور بعدها يقفلون ما في أحد بالشتاء، مع أنه موسم الشتاء في أبها يضاهي موسم الصيف. طب وين دور القطاع الخاص؟ يعني مش معقول ان هيئه الترفيه بتقعد طول السنه شغاله مواسم لانه هذا ما يحتاج هذا مورد اقتصادي. وين القطاع الخاص يتفاعل يقوم هو ايضا بتكون مشغله طيله العام؟ الشتاء ما يحتاج لنا يعني احتفالات الشتاء في ابها مع الامطار والاجواء يكفي، ما يحتاج الا احد يشيلني من المطار ويمشيني بهالمحلات. أنا بجي ويكند، بجي يومين ومع أهلي وبدور وبرجع. فإذا وجدت الشركات اللي تاخذ المصطافين وتمشيهم وتوريهم الأماكن، الشتاء رح يشتغل زي ما الصيف يشتغل، وبذلك رح ترخص المساكن. فعندنا هالشركات السياحية إذا اشتغلت كل هالمليارات اللي تصرف على المحلات السياحية راح يستفاد منها، السياحة الشتوية راح تشتغل، الناس تترزق الله وترخص الأسعار وبلدنا تحيا. الحين في الشتاء كل الناس تطلع، لا جو ويكند، لا جو عطلة كذا، بدون عطل، في ناس متقاعدين، ناس غيره. نشوف صور أبها بس إذا رحت هناك نعم ما أعرف الأماكن. جيبوا لي ناس توديني هناك. السياحة الشتوية لما تشتغل راح ترخص كل الأسعار وراح نترزق الله وما نسافر برا. يعني إحنا نؤمن تماما أنه هالإتقان في هالعمل في مواسم السعودية بكل تأكيد سواء من هيئة الترفيه أو حتى من
هيئة السياحة وأيضا بقية الجهات والأمانات تتكاتف والأمانات. بكل تأكيد كل الشكر لهم على هذا العمل اللي فعليا في أعلى المستويات. أكيد أن الجوانب اللي ذكرتها واللي الناس تكتب عنها فيما يتعلق بالإيواء أو النقل هذا الواقع أو أنا أو, نعم أو الإرشاد والإعلان صحيح. يعني أكيد أنها موضوعة بعين الاعتبار. إحنا نقدر نقول إحنا مش نلتمس لهم عذر، ولكن يمكن قراءة الواقع أن تغيرات جديدة وبيئة جديدة أن يكون هالمستوى من الإتقان، نأمل أنه المستقبل يكون دائما أفضل، لأنه فعليا إذا شفنا هذه الجهود هذا ما ينبئ أنه البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية مقبلة لأن تكون فعلا مورد يتحقق من خلالها رؤية المملكة 2030 بتنوع مصادر الدخل. حنا ترى ما ردينا اللي في خاطرك، ودك تسمع الأغنية مرة ثانية ولا؟ اي والله ودي. طيب احنا نودعك ونسمع سوا اغنيه موسم الطايف، طبعا المهتم بشؤون المستهلك. هل اقدر اقول طلب واحد بس؟ يلا تفضل قبل ما اختم معك. اخواني واخواتي، اذا رحتوا المحلات عامه ارجوكم عاملوها زي بيتكم، عاملوها زي بيتكم، لا تقطون الوسخ هناك. اذا استعملتوا دوره المياه ارجو تستعملونها كانها بغرفه نومكم، هذا اللي بس ودي اقول. طيب شكرا جزيلا لك المهتم شؤون المستهلك أستاذ عبد الرحمن العجيمي. يلا خلنا نسمع الأغنية يا شباب. سحر ما لم ترى، جمال ما لم ترى، هي جنة أرض وسماء. اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الراجحي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي سعيا لتنظيم سوق العمل وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام، حيث أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة. وأضافت أن القرار اشتمل على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. كما نص القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول والذي تم اعتماده في ذات القرار أمام المحاكم العمالية. حول جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها ينضم إلينا من الرياض مساعد مركز مدير مركز الاعتراضات وتسوية المخالفات طبعا العمل بوزارة العمل أستاذ حمود الذياب. حياك الله ويا مساء الخير. حياك الله أخوي عبد الله، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. نبغى نتعرف على هذا الجدول وأيضا اعتماده وإيجاده بشكل واضح بالنسبة للمنشآت، أهم الأهداف وماذا يحتويه أيضا، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكركم على إتاحة الفرصة لتوضيح حيثيات هذا القرار الوزاري في جدول العقوبات، حيث تم تحديث جدول العقوبات لمواكبة التغييرات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام العمل. عملنا إجراءات بعض التحديثات على جدول العقوبات، وكذلك لتماشي مع القرارات الوزارية التي أصدرت مؤخرا، وأيضا مواكبة المبادرات التي تلقت لها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. جيد. طيب أهم المخالفات كلها المشمولة بالنسبة لطبعا الحديث عن العقوبات والمخالفات التي تتماشى مع سوق العمل كلها موجودة بهذا النظام ومعتمدة موضحة موظفة مدة المخالفة؟ نعم موجودة ومعتمدة وموضحة. في طبعا يوجد عدة مخالفات طبعا سابقا، ومن أبرز المخالفات التي تم أضيفتها حديثا هي عدم توفير أماكن مكان العاملات يتميز بالخصوصية في بيئة العمل التي لا تستقبل العملاء والجمهور، وأيضا عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل، وأيضا تشغيل صاحب العمل النساء بعد الوضع خلال 6 أسابيع التالية، وأيضا عدم التزام المرخص له بأنشطة تصدق
الالتزام بالتكاليف التي تحددها الوزارة أو التكاليف المعلنة في الموقع المعتمد، وكذلك عدم توفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورة مياه خاصة وفق الضوابط العامة لتشغيل النساء، وكذلك أيضا عدم قيام المنشأة التي تستخدم 50 عامل فأكثر بتأهيل أو تدريب ما يقل عن 12% من عمالها السعوديين سنويا على أعمالها، وأيضا قيام صاحب العمل بتشغيل العمل بدون عقد عمل مكتوب أو موثوق حسب القرار الوزاري المنظم، وكذلك عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري، وأيضا قيام صاحب العمل بأي نوع من التمييز المتقدم للعمل لديه مما يضعف أو يضعف من تكافؤ الفرص، وكذلك عدم تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم. جيد، إذا هذه المخالفات ستعمم بالنسبة للموظفين وبالنسبة للمنشآت طبعا في القطاع الخاص لأن تكون واضحة. شيء أكيد هو يعمم. طيب. الخطوة الأخرى الحديث عن مركز الاعتماد المفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول، أيضا النقطة الأخرى طبعا الحديث على أن ترفع الوزارة الدعوة على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول، نبغى إيضاح لهاتين النقطتين، يعني كيف الوزارة حتباشر من إيجاد المخالفة بأن تنفذها وبالتالي ترفع الدعوة للمحاكم والمحاكم هي من يعطي الإقرار أن الوزارة أصابت في التطبيق، يعني نبغى مفهومية أكثر حول هذه النقطة، تفضل. طبعا بخصوص مركز الاعتماد هي في آلية بعد ما يكون المفتش ضبط المخالفة تعتمد من المركز الممثل في قرار وزاري من قبل الوزير، المركز يعتمد المخالفة وبعد ذلك تظهر العميل الرسالة بإيقاع المخالفة. بخصوص المخالفات اللي طبعا هو يتم إيقاف الحاسب الآلي خلال 60 يوم بعد المخالفة، يتم التحصيل عن طريق المحاكم العمالية. بس معلش اعد شرح النقطة الأخيرة، يعني الآن مباشرة يتم الإيقاف، طيب الدعوة التي تنظر في المحاكم العمالية علاقتها بهذا الإيقاف، تفضل. بخصوص المحاكم العمالية هي طبعا هي تنظر محاكم عمالية بين المخالفات اللي هي صدرت من معالي الوزير اللي قبل التحصيل، يعني المحاكم تنظر إذا كان الطرف الآخر مثلا يعترض على المخالفة يتجه إلى المحاكم العمالية؟ لا طبعا لا، بخصوص الاعتراض عندنا يوجد عندنا مركز الاعتراض لتسوية المخالفات، طبعا يحق لجميع المخالفين تقديم اعتراض عن طريق الخدمات الإلكترونية فيما يتعلق بالمخالفة وأيضا عندنا تسوية المخالفات لمن يرغب بذلك. طيب شكرا جزيلا لك، من الرياض هاتفيا مساعد مدير مركز الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل بوزارة العمل الأستاذ حمود الذياب. حدد مشروع نظام الصلح في القصاص الذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا بعد استئناف جلسته في محرم القادم سقفا لتعويض التنازل عن القصاص بحد أقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال وحد أدنى لا يقل عن 1 مليون ريال، ووفق المشروع الذي طلعت عليه عكاظ فأن تقدير التعويضات لذوي الضحايا يتم وفق 4 فئات أعلاها لذوي المجني عليه المتزوج وله أطفال، والذي يعوض طبعا ذووه بمبلغ 4 ملايين ريال وبواقع 1 مليون ريال لكل طفل، فيما أدناها لذوي المجني عليه الأعزب ولديه إخوة ويصل إلى مبلغ لا يقل عن 1 مليون ريال ولا يزيد على 2 ريال، فيما يعوض ذوي المجني عليه الأعزب وإن كان وحيدا والدية ومبلغ لا يقل عن 2 ريال ولا يزيد على 3 ملايين ريال، ويعوض ذوي المجني عليه المتزوج بدون أطفال بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال ولا يزيد على 4 ملايين ريال. طبعا هذا الخبر اللي ينسب لصحيفة عكاظ أكيد أنه خبر مهم جدا حول ما سيتم النقاش فيه بعد طبعا في مجلس الشورى الحديث عن السقف الأعلى بالنسبة للصلح فيما يتعلق بالقصاص، الموضوع اللي أخذ طبعا نقاش كبير بعد المبالغ فيها فيما يتعلق بالتنازلات 20-30 مليون. للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع وأيضا المتوقع في حال النقاش ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. أستاذ عبد الرحمن الله يحييك، نورتنا. الله يسلمك سيد عبد الله، يعطيك العافية وبقية الزملاء. شو رأيك في الخبر؟
كعنوان أولا؟ طبعا كعنوان بالعكس هذا شيء جميل، وهذا اللي كان يعني الكل يطالب فيه من فترة طويلة، وكان الكل يتحدث عن هذا الموضوع، وأصبح الموضوع يعني موضوع المبالغة في الديات أو ما نسميه سماسرة الدم. أصبح الكل يدخل في هذا الموضوع، وناس على فكرة أثروا ثراء فاحش من خلال الدخول في مثل هذه القضايا. وكان هناك للأسف بعض الأشخاص ممن يعني حقيقة يتلبسون بالدين دخلوا في هذا الموضوع، وتجدهم بالعكس كل ما ارتفع الرقم كل ما زادت النسبة، يعني لهم نسبة معينة أنه والله كل ما مثلا يعني يعتقدوا أنه زاد المبلغ أخذ من النسبة، أنه عمل صلح بين الجاني والمجني عليه، كل ما زاد المبلغ وزاد الرقم هو نسبته ترتفع. طبعا كثير من الناس عندما يسمع أو عندما يشاهد تدخل بعض هؤلاء يعتقد أنه تدخل يعني خير أو تدخل لوجه الله. إن شاء الله نقول إن شاء الله أنه لوجه الله بإذن الله، لكن في المقابل هم لهم نسبة، هم ماخذين نسبة، وهذه أمور حقيقة واضحة وأمور معلومة. المشكلة إذا كان يخلق هذا أضف إلى هذا أضف إلى هذا أضي ليس يعني على فكرة هو ترى التدخل ليس من شيوخ أو طلاب علم فقط، إنما أيضا من شيوخ قبائل، شيوخ قبائل يدخلون في هذا الموضوع ويأخذون نسبة، وصارت المسألة مسألة متاجرة عيني عينك، يعني كل ما ارتفع الرقم كل ما ارتفعت معه النسبة. وللأسف المجتمع قاعد أتكلم الفترة السابقة قاعد يعزز هذا المفهوم من خلال والله عمل الدعايات، عمل الإعلانات، النشر عن طريق الواتساب، عمل مخيمات، من خلال المطالبة بالتبرع. يعني لما يجي واحد عليه قصاص ومطلوب عليه 30 أو 40 أو 20 مليون ريال، هذا هو الهدف. أنت ذكرت طبعا بعض الأسواق، بعض الأحاديث عن توقعات بوجود فعلا سوق سوداء متاجرين بالدم، وهذه مصيبة لحالها. لكن الحديث عن أنه والله شخص يقتل فبالتالي نذهب إلى، والصلح معروف طبعا أجر العظيم، ولكن الأمر يتعدى لأن يكون فعليا كما ذكرت متاجرة وتربح، يعني 20-30 15 مليون ريال، هذه أرقام منطقية أو أرقام أبدا غير مقبولة؟ لا طبعا غير مقبولة. المبالغ وصلت إلى 50 مليون ريال. يعني فعلا هذه أرقام غير مقبولة وغير معقولة. يعني وللأسف أنه يعني أنا زي ما قلت لك أنه بالذات أنا أتكلم خليني أحدد بالذات المجتمع القبلي، تجد يعني أنه مثلا عندما تحصل بعض الأمور تجد فيه مبالغات وتجد فيه، وإن كان فيه بس أستاذ عبد الرحمن يعني أنا أختلف معك في هذا الجانب، هي لدى كل المجتمعات لدى الكل سواء لدى الكل تكثر أو تقل، ولكن خلينا نتكلم عنها كحالة عامة كتصرف بعيدا عن التسميات. لا لا شوف، شوف إحنا لما حددت يعني ما مثلا جزئية معينة، أنا ما أقول لك أنه والله هي الموجودة لدى هؤلاء فقط، لا هي موجودة لدى المجتمع بشكل العام، ولكن ويوجد عقلاء من هؤلاء يعني دائما يحثون يعني حقيقة على عمل الخير، ويدخلون في 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 أمور يعني الهدف منها يعني حقيقة الصلح ونشر الصلح وتعزيز ثقافة ومفهوم العفو. ولكن المشكلة الآن اللي قاعد يصير الآن أنه تجد مخيمات، تجد مثلا تجد يعني مجمعات، الكل والله هذا فلان فلاني قتل فلان فلاني، نأمل منكم دعمه، نأمل منكم مساعدته. طيب أنت الآن كل الحديث يتم محور حول الجاني، طيب ليش ما ننظر إلى المجني عليه، إلى مثلا المجني، ربما المجني عليه وحيد أهله، ربما المجني عليه مثلا لديه أطفال، ربما المجني عليه في ظروف يعني حقيقة مادية صعبة، ربما المجني عليه هو من يصرف على أهله، هو من ينفق على أهله. فلذلك يجب يعني حقيقة أنه يعني أنه نراعي الجانبين ونراعي الطرفين. أضف إلى هذا أنه لا قدر الله أو يعني الله يكفينا الشر، ممكن الجاني صاحب سوابق. يعني هل هذا مثلا هذا الشخص إذا كان صاحب سوابق كائنا من يكون من أي مجتمع من أي ثقافة، هل هذا حقيقة يعني يتطلب منه أو يتطلب من مثلا من أفراد أو من مجتمع أو من أقاربه أنهم يتبرعوا له؟ ربما هذا راعي مشاكل يعني. ولكم في القصاص حياة، هل هذه المبالغ المليونية والله واحد يذبح حجور ربع يدفعون عنه 30-40-50 مليون يغرون طبعا ذوي المجني عليه، قد تسهم في أن والله بعض المراهقين يشعر أنه والله صحيح قد تحفز للجريمة؟ يعني صحيح هل مبالغ صحيح فعلا قد تحفز شخص صحيح للجريمة صحيح لما يشوف الواقع كذا؟ نعم تحفز بالتأكيد. نعم تحفز تماما عندما يعلم والله أن وراه جماعته جاهزين للتبرع، وهو في النهاية هو ما راح يدفع شيء، لا هو لا أهله، يعني
هي عبارة عن تجمعات كبيرة وكلهم قاعدين يدفعون، يعني في النهاية هو ما راح يتضرر، بالعكس يقول لك والله لو يعني لا قدر الله ارتكب هذه الجريمة موجود من 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 يقوم وراي ظهر. نعم ايه. من يقوم بالتعويض. نعم هذا طبعا في حالة انه تنازلوا اهل المجني عليه. لذلك يجب حقيقة ان نركز على اولا على تعزيز ثقافة العفو، يجب ان نركز على انه منع السلاح، الأسلحة الان الموجودة في بأيدي المراهقين، الأسلحة الموجودة الان في الزواجات، الان اي زواج تدخل الان تسمع طلق رصاص، تسمع طلق لا قدر الله يعني اسلحه ناريه كبيره، كيف وصلت هذه الى ايديهم؟ ويمكن ما تدري هي مصرحه ما هي مصرحه. اضف الى هذا الان عندما عند الان مثلا مقاطع الواتساب تشاهد الكثير من هؤلاء المراهقين الان في الحارات تلقاه مطلع المسدس مطلع الرشاش وقاعد يطلق في الهواء، يعني هذا يدلك انه الاسلحه وصلت الى ايديهم بكل سهوله. يجب الان يجب ان يكون هناك تم يعني حملات اعلاميه وتوعيه بخصوص هذا المجال، بخصوص مجال اللي هو الاسلحه، انتشار الاسلحه بين ايدي المراهقين في الشوارع في الطرقات، ايضا انتشار الاسلحه، وبالذات انا اركز على موضوع الزواجات. الزواجات الان يعني منتشره بشكل كبير، الان اغلب الزواجات تجد عندما يحضر العريس تجد طلق رصاص كانك في حرب، يعني هذه بعد اشكاليه الان لا قدر الله، يعني أنا ما أقول لك أنه ممكن أحد يتعمد، إنما لا قدر الله الآن أحد ما يعرف كيف استخدام السلاح بشكل جيد ينطلق. خلينا نرجع شوي للنظام هذا اللي سيتم نقاشه ومدى أيضا توقعاتك حول ما سينتج عنه، خصوصا أنه إحنا في الرأس ترى تحدثنا عن هذا الموضوع، تحدثنا حتى من باب الشرعية، أحد طبعا المختصين الشرعيين ذكر أنه هالمبالغات حتى شرعا يعني هناك معايير معينة لما يتعلق بالدية وارتفاعها، وفيما يتعلق بالصلح ومبالغ الصلح لأرقام معينة، إنما ما يظهر هذا هو نوع من المتاجرة. أيضا ذكرت أنه هناك رفض اجتماعي بكل تأكيد، ومع التأكيد أنه الدولة حفظها الله بكل تأكيد القيمة الأساسية بالنسبة لها هي الأمن والأمان. الحديث عن المخالفات يعني تعويض لذوي المجني عليه المتزوج والأطفال السقف الأعلى، الحديث عن 4 ملايين ريال، أيضا من لديه أخوة مبلغ يصل إلى مليوني ريال، أعزب 1 مليون ريال تقريبا، أو وهناك طبعا يعني مع تعدد الأرقام هناك سقف أعلى وسقف أقل. نعم. بحالة المجني عليه صحيح. رأيك في تفاصيل هذه الدراسة؟ شوف يعني بس خليني أعيد إلى موضوع الرفض المجتمعي. شوف الرفض المجتمعي اللي أنت تحدثت عنه يا أستاذ عبد الإله، الرفض المجتمعي ما زال الآن داخل تحت نطاق تحت نطاق النصح، لكن ما في شيء ملزم. لكن احنا الان من خلال هذه المبادره الان، طبعا على فكره المبادره هذه ليست جديده، خليني اتكلم بكل صراحه، انا يعني دخلت على 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 الكثير حقيقه من المبادرات، الكثير من المقالات، الكثير من الامور اللي تم التحدث عنها مسبقا في من خلال الصحافه ووسائل الاعلام، كلها تحدثت عن هذا الموضوع واكدت انه فعلا يجب ان يكون الرقم ليس بعيد عن هذا الرقم اللي تم الاعلان عنه، وهذا شيء جيد، دليل يعني فعلا انه تم يعني التوصل الى رقم يعتبر يعني مجزي ومعقول. عندما نتكلم عن 5 ملايين أنا أعتقد بغض النظر عن التفاصيل ما راح أدخل في التفاصيل، لكن 5 ملايين كحد أو كسقف أعلى هذا جيد، 4 ملايين أو 4 ملايين من 4 إلى 5 ملايين أنا أعتبر أنه كحد أعلى يعتبر رقم وسقف يعني أعتقد معقول في الصلح، يعني مقبول ومعقول وممكن يرضي الطرفين، وأيضا كحد أدنى 1 أو 1.5 مليون، يعني كل هذه حقيقة أمور أنا أعتقد أنها مناسبة، يجب حقيقة أن يتم يعني أن يتم الحديث عن هذه الأمور بشكل جيد وأن يتم إقرارها بشكل ملزم، يعني بحيث أنه أنه ما يتم التجاوز هذه الأرقام بأي حال من الأحوال، ما يكون في من تحت الطاولة على يا سلام عليك. أنا هذا اللي بتكلم عنه اللي هو موضوع تحت الطاولة. موضوع تحت الطاولة هذه هي الإشكالية الآن، سمسرة الدم الآن اللي شغالين في هذا الموضوع هم يأخذون النسبة من تحت الطاولة، يعني ما حد يعلم، يعني ممكن ما يعلم أنهم يأخذون نسبة إلا يعني إلا اللي يوصل إلى خفايا الأمور يتأكد له انه فعلا فلان الفلاني او الرجل اللي كان يعني الوسيط دخل بشكل الوسيط اللي هو طالع قوي. نعم. بشكل المصلح، ولكنه فعلا هو وسيط دم واخذ مبالغ مليونيه واخذ ارقام كبيره وارقام فلكيه، هم هؤلاء هم اللي قاعدين ياخذون فلوس من تحت الطاوله. انا اللي يعني اللي اتمنى يعني حقيقه من الجهات النظاميه او من الجهات الرقابيه انه فعلا اذا تم اقرار مثل هذه الارقام كحد اقصى مثل 4 أو 5 مليون وكحد ادنى 1 مليون انه يتم القضاء على ظاهره
المبالغ اللي تحت الطاولة، أنه والله ما يجيني واحد مثلا يقول والله تعال إحنا متفقين مثلا، هم متفقين على 5 مليون لكن من تحت الطاولة في 4-5 ملايين ثانية مثلا. هذا اللي أتمنى أن يتم التدقيق فيها ويتم تطبيقها بشكل جيد، وأن يتم أيضا إنزال أقصى العقوبات على من يتم مثلا اكتشاف أنه فعلا دخل في هذا الموضوع، وبالذات أنا أؤكد على سماسرة الدم. نعم. اللي يظهرون بمظهر النصح ومظهر التوعية ومظهر الإرشاد، وهم في حقيقة الأمر يعني وإن كان لهم أهداف أخرى أهداف دنيوية، واستفادوا بشكل كبير. إذا تم حقيقة تم هذا أن يتم الإعلان عنهم، وأن يتم التشهير فيهم على الملا، وأن يتم أيضا إقصاء يعني إنزال أقصى العقوبات في بحق هؤلاء. يعني تجد أن هناك فوائد عظيمة تطبق كنظام بكل تأكيد، يعني نتحدث عن مخرجات ستنعكس بكل تأكيد على الجريمة، على هذه السوق الدموية اللي بكل تأكيد احنا نتحدث عن جريمة قتل. يعني ما راح نتكلم على الباب الشرعي وهي جريمة شرعا بكل تأكيد وهي كبيرة جدا، لكن نتحدث حتى على من المستوى النظامي بكل تأكيد انه غير مقبول في الجانب الأمني، انه والله شخص يقتل وفجأة نجي نشوف حفلة احتفاء وبحث عن مبالغ مليونية لإخراجه. يعني احنا نتحدث انه الصلح لوجه الله او لأرقام منطقية، ولا نعم تكون تجارة او سوق رائجة وتجارة. وفي نقطة مهمة انه من ارتكب جريمة وتم مثلا التدخل والعفو عنه، لو ارتكبها مرة ثانية مثلا انه مثلا هذا الشخص خلاص يتم انزال العقوبه الشرعيه فيه، ما في مجال. طبعا هذا متروك القضاء فيما يتعلق بالتغليظ يعني. اي نعم هو متروك القضاء طبعا، بس انه يجب ان تقنن مثل هذه الامور، ويجب ان تكون معروفه مثلا والله مو شخص ارتكب جريمه وتم دفع ديه مثلا جمع مبلغ وتم التنازل وثم ارتكب جريمه اخرى ثانيه او ثالثه لا قدر الله. لا. مثل هؤلاء مفسدين يا اخي، هؤلاء المفروض ان يطبق فيهم الحق الشرعي له قصاص، لكن ايضا يجب ان يجب مثل هذه الامور يجب أن تكون فيها تفاصيل أكبر وتفاصيل أوسع، ويجب أيضا أن يتم زي إحنا تكلمناك على نقطة مهمة اللي هو ما يتم تحت الطاولة. ما يتم تحت الطاولة أخطر مما يتم أو ما يتم الإعلان عن فوق الطاولة، لأن ما يتم تحت الطاولة فيها فيها سماسرة الدم، فيها من يعني من يتاجرون بالدم، من هم المستفيدين، هؤلاء هم المستفيدين، ولذلك تجدهم يعملون يعني حقيقة على ارتفاع الأرقام بمبالغ فلكية ومبالغ كبيرة لأجل ارتفاع عائداتهم المادية. يعني بكل تأكيد نتمنى بإذن الله أن تحل هذه الإشكالية، لأنه أنا ذكرت أنه في أمانة واعي مجتمعي، كافة الشرائح في المجتمع ترفض، ربما لا يقوم بهذا العمل إلا فقط ذوي الجاني لدوافع حبهم لابنهم، ولكن هناك بكل تأكيد يعني جريمة حصلت. الأهم بالنسبة لطلب الناس، حتى الناس ترى اللي تدفع وتشارك، أنا مؤمن تماما أنه استغلال الحب الناس بالخير يعني. وأنت ذكرت بعض الحملات والدعايات اللي تجي فيها. طبعا شوف الحملات والدعايات هذا اللي قاعدة تصير كلها يعني من باب والله أنه والله يعني بعض من باب القرابة، من باب مثلا العلاقة، من باب الصداقة، كل هذا تجد الكثير من الناس الجانب الشرعي يعني. نعم يدخل في هذا. نعم. الموضوع. لكن الرفض المجتمعي ما زال حتى الآن في إطار النصح والتوجيه فقط، ما في شيء ملزم. الشيء الملزم يجب أن يكون هناك قرار يعني حقيقة يصدر من وزارة العدل أو قرار يصدر من الجهات الرقابية أو الجهات النظامية أنه فعلا والله يجب أنه يجب ألا تتجاوز مبلغ الدية مبلغ محدد مبلغ معين، ويجب ألا يقل عن مبلغ معين. جيد. وأيضا يجب أن يتم الرقابة والمتابعة في بهذا الخصوص لمن يتاجرون بالدم. جيد. وأيضا ممن يأخذون أموال يعني من تحت الطاولة، أموال حقيقة من المؤكد أنها غير ظاهرة للناس. جيد. ولكن من تحت الطاولة لهم نسب معينة ونسب كبيرة. شكرا جزيلا لك لحضور لرأيك في هذا الموضوع، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن المرشد. شكرا أستاذ عبد الرحمن. شكرا الله يسلمك. افتتح معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي العنقري المهرجان الترفيهي للمرة الثانية، والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبد الله الميموني. وتجول الدكتور العنقري على مرافق المهرجان التي تشمل ملعب كرة قدم، وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، وتهدف لتعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية. للحديث بشكل أوسع عن هذه الجهود بالنسبة للحرس الوطني لمنسوبيها، ينضم إلينا
المشرف على الشؤون الثقافيه بوزاره الحرس الوطني الدكتور عبد الله الميموني. دكتور عبد الله مساء الخير، اهلا بك في الراصد. سلام، حياكم الله يا اخي الكريم، ونحيي سعد عبد الله، نرحب بكم في هذه الليله المباركه، نشكر لكم هذه الاستضافه الطيبه. الله يحييك. الحديث عن هذا المهرجان، اين سيقام ومن المستهدف فيه ايضا؟ اخي الكريم، سيقام طبعا هو كما اسلفت المهرجان الثاني لاسكانات الحرس الوطني. نعم. القيم الاول في مدينه الملك عبد العزيز السكنيه بخشم العام، وهذا المهرجان الثاني سيقام وبدانا فيه من قبل 3 ليال في اسكان مدينه الملك عبد الملك سعود السكنيه بديراب. طبعا يستهدف الاسره باكملها الكبار والصغار، ووضعنا مجموعه من الفعاليات المتنوعه تستهدف جميع اطياف الاسره. جيد، مش فقط مقتصر على فقط منسوبي الحرس الوطني، انما مفتوح للجميع. والله هو ان المستهدفين ابناء منسوبي الحرس الوطني او منسوبي الحرس الوطني، ونستقبل ضيوفنا من خارج الاسكانات. نعم. ابدا الباب مفتوح. طيب. لله الحمد. ايش حيكون في هذا المهرجان؟ طبعا هو بتوجيهات سمو الوزير، سمو سيدي صاحب السمو الملك الامير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، الذي يطالب ويدعمنا في وضع مثل المهرجانات التي تكسر الرتابة وتساعد على جودة الحياة في المدن السكنية وتخرجهم من الملل. كذلك إن وضعناها دعم لأبناء أخواننا المرابطين من منسوب الحرس الوطني موجودين هنا، إحنا الصف الثاني عندهم، فجعلنا جميع الإمكانات لتوفير الراحة وتوفير الطيب المباح في المدن السكنية. وفرنا كذلك باصات ونقل ترددي بين منطقة الفعاليات والأحياء في داخل المدن السكنية. إيش حيقدم في هذه النسخة دكتور؟ والله كما أسلفت الآن وضعنا ملعب مزروع، ووضعنا فيه دوري سداسيات، كذلك وضعنا مكتبة الملك عبد العزيز العامة شاركت معنا في بحافلة كبيرة فيها مجموعة من الكتب. كذلك مجموعة من جهات داخل الحرس الوطني الشؤون الصحية شاركت معنا بعربتين للتبرع بالدم وعربة الأسنان كشف على الأسنان. كذلك جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني شاركوا معنا بجناح. كذلك وضعنا منطقة المسرح فرق ترفيهية، مسابقات كثيرة وفعاليات متنوعة. نعم. بوثات وكذلك فود تراك، مطاعم، اشياء كثيره، اللي ان ندعو الجميع للحضور والمشاركه. الى متى سيستمر دكتور؟ الى سيستمر 10 ايام من ابتداء من يوم الاحد الماضي، ويستمر لمده 10 ايام. يعني دكتور امانه انا اذكر احنا طرحنا قبل كم شهر مبادرة أيضا الحرس الوطني لمنسوبيها، اللي هي تتعلق أعتقد بالتخفيضات المقدمة للمنسوبين. نعم. وهي مبادرة رائعة، اليوم نستعرض هالمبادرة اللي هي النسخة الثانية. يعني نفرح أنه نستعرض أي قطاع بكل تأكيد يقدم خدمات المنسوبين، لأنه هذا أمر جدا مهم يتعلق بمشروع وطني كبير نتحدث جودة الحياة. فبكل تأكيد لو كل قطاع أسهم في هذا الاتجاه حنوصل إلى الكمال واستهداف طبعا تلك النقطة اللي تستهدفها الرؤية. دكتور أهدافكم في هذا الجانب حول هذا المنطلق تحديدا في تجويد الحياة بالنسبة للمنسوبين؟ طبعا أنا ولله الحمد من دعم مولاي خادم الحرمين سمو سيدي ولي العهد ومتابعة سيدي وزير الحرس الوطني مثل هذه القضايا بالذات تتماهى وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من لا. ضمنها المبادرات، مبادرة جودة الحياة 2020 وإحدى مرتكزاتها الأساسية هي بالفعل إحدى مرتكزات الرؤية جودة الحياة. بناء على ذلك فكرنا بإقامة مهرجان ترفيهي لإسكان الحرس الوطني، وكان بالذات بدينا بمدينة خشم العان، والآن مدينة الملك عبد العزيز خشم العان، والآن مدينة الملك سعود. نريد كسر الرتابة، نريد نشر الثقافة، حراك ثقافي رياضي ترفيهي للجميع يشاركون معنا. ولله الحمد للحضور، يعني الآن أنا في منطقة الفعاليات، طبعا طالعون في مكان بعيد عشان الصوت، الحضور كبير وبشكل ولله الحمد يعني يدعو للبسمة والراحة، الجميع مبتسم يضحك جيد مسرور. هذا اللي توجيهات سمو الوزير يحثنا عليها ويدعونا لمثل هذه القضايا وتحريك
الإسكانات للأفضل. رائع. يعني في النقطة الأخيرة ذكرت أن الجميع مبتسم ومسرور، هذه النقطة اللي بسألك فيها دكتور. من خلال انطلاق البرامج تسمعون صوت الأهالي، تأخذون انطباعاتهم عن ما قدم، تسعون للتحسين، يعني نبغى نعرف هل هذا الأمر يخطط بناء على الشراكة مع الأهالي، أهالي منسوبي الحرس الوطني؟ طبعا الشؤون الثقافية لديها أخي الكريم مجموعة من المراكز الثقافية الترفيهية في داخل الإسكان، في كل حي في مركز ثقافي ترفيهي نقيم فيه فعاليات، إن من خلال هذه المهرجانات نأخذ تصور ما عندهم. كذلك اخوة في فريق التواصل الداخلي في الوزارة عندنا يتابعون الناحية الإعلامية ويتابعون تويتر الحرس وسناب الحرس ويشوفون ويشوف الرأي، نتابع دائما ناخذ الإيجابيات ونعززها والسلبيات نحاول نبتعد عنها ونحاول نغيرها للأفضل والأجمل حتى تنتقل السلبية إلى إيجابية. رائع عظيم، نشكركم على هذا الكلام. نشكركم بكل تأكيد دكتور على هذه الجهود، نتمنى لكم التوفيق. يعني أمر فعلا مهم ومرتكز أساسي فيما يتعلق بأن العلاقة ليست فقط عملية إنما أيضا إنسانية ما بين الوزارة وأيضا منسوبي، هذا نجاح يعني أمانة يجير له الحرس الوطني وأيضا الذهنية التي تقاد به هذه المؤسسة. نتمنى لكم التوفيق. المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبد الله الميموني، شكرا يا دكتور. شكرا، ألف شكر أستاذ عبد الله، وشكر لكم هذه الاستضافة، وأنتم الصف الثاني معنا أن وياكم مكملين لبعض. الله يحفظك. الله يحييك، ما في شك. طبعا دائما الشكر الأكبر والأعظم لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية، الموعد يتجدد غدا على هذه الطاولة، الله يحفظكم، أمان الله.